السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله رايحين نكمل شرح درس التقاطع والاتحاد، نبدأ على بركة الرحمن. النشاط الأول بحكي لي إذا كانت نون، معطيني مجموعة عبارة عن سالب 2 وسالب 1 وصفر واحد واثنين، ومعطيني مجموعة تانية مسمي لي اياها ميم عبارة عن سالب 1 وصفر واحد واثنين وثلاثة وأربعة. بحكي لي أكمل المجموعات الآتية بذكر الصفة المميزة، بذكر الصفة المميزة. ما فيش أي مشكلة. معطيني رقم 1 بده نون تقاطع ميم، تمام، ورقم 2 بده نون اتحاد ميم. عادي ما فيش اي مشكلة، بكل سهولة. بالنسبة للتقاطع هتحكي لي ما يلي، بتفتح الحاصرة الاولى للمجموعة بتقول لي الف، حيث أن ألف بده ينتمي إلى نون وألف بده ينتمي إلى ميم، بس يعني أكثر من هيك ما بدناش. أيضا بالنسبة لرقم 2 هلا بحكي له، هو إيش السؤال قال لي؟ بدنا بذكر الصفة المميزة، بذكر الصفة المميزة. بالنسبة للاتحاد هتحكي لي ما يلي، ألف حيث أن ألف، تمام، بده ينتمي إلى نون أو ألف ينتمي إلى ميم أو إلى كليهما، تمام. بتمنى تكون واضحة إن شاء الله. الآن لو إحنا طلبنا منك نون تقاطع ميم وطلبنا منك نون اتحاد ميم، اكتب المجموعات بذكر جميع العناصر. لو اجينا الى نون تقاطع ميم بدنا العناصر المشتركة بين نون وميم. انت لاحظ العناصر المشتركة بينهم السالب 1 والصفر والواحد والاثنين، اذا سالب 1 وصفر وواحد واثنين، وطبعا بنكتب الحاصرتين تاعت المجموعات. بالنسبة للاتحاد بناخد كل العناصر الموجودة في نون وموجودة في ميم والتكرار ممنوع. يعني نون عبارة عن سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واثنين. بالنسبة الآن إلى ميم، السالب 1 موجود والصفر موجود والواحد موجود والاثنين موجود، إذا حكمل أكتب الثلاثة والأربعة لأنه إحنا قلنا التكرار ممنوع في المجموعات، تمام. الآن في عندي قاعدة بتحكي لي ما يلي، إذا كانت المجموعة س محتواة في ص، فإن، يعني هو بيحكي لي س مجموعة جزئية من ص، فإن س اتحاد ص بده يساوي فراغ وس تقاطع ص بده يساوي فراغ. هذه قاعدة جديدة بدنا نتعلمها، ما فيش أي مشكلة. الآن أنت لاحظ المجموعة الجزئية هي عبارة عن س، المجموعة الجزئية عبارة عن س والمجموعة الكلية عبارة عن ص، مش هذا الكلام تعلمناه؟ إذا الآن لما بحكي لي س محتواة في ص، يعني كل عناصر س موجودين في ص، إذا معناته لما يقول لي س اتحاد ص بده يساوي ص، يعني المجموعة الكلية، بينما س تقاطع ص بده يساوي المجموعة الجزئية. بتمنى تكون واضحة. الرموز عادي بتتغير، يعني الآن لو أنا قلت لك إذا كانت ألف مجموعة جزئية من باء، فإن ألف تقاطع باء، أنت بدك تحفظها زي هيك، ألف تقاطع باء المجموعة الجزئية،
لأن المجموعة الجزئية ألف والمجموعة الكلية باء. ولما يقول لي ألف اتحاد باء بده يكون المجموعة الكلية، إذن باء. بتمنى تكون واضحة. في عندي نشاط آخر بحكي لي ما يلي: إذا كانت ألف تساوي، معطيني سين حيث أن سين من مضاعفات العدد 6، ومعطيني أيضا باء تساوي صاد حيث أن صاد من مضاعفات العدد 2، تمام. ومعطيني جيم تساوي عين حيث أن عين من مضاعفات العدد 3. رقم 1 بدك تكتب له ألف بذكر العناصر، رقم 2 باء، ورقم 3 جيم بذكر العناصر. رقم 4، رقم 4 بدك تجيب له ألف تقاطع باء، ورقم 5 بده ألف اتحاد جيم، ورقم 6 بده باء تقاطع جيم. ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. أول خطوة، أنت لاحظ لعلمك ممكن يجيب لك السؤال مباشرة يقول لك ألف تقاطع باء، ألف اتحاد جيم، باء تقاطع جيم، من غير ما يقول لك اكتب ألف وباء وجيم بذكر العناصر. فطبعا أنت لحالك رايح تكتبهم على جنب من الورقة بذكر العناصر عشان تقدر تجيب التقاطع والاتحاد. الآن بالنسبة لألف بذكر عناصرها، الآن بقول لي سين حيث أن سين من مضاعفات العدد 6، إذا 6 تمام. والآن أيضا حيكون في عندي 12، بعدين 18، 24، 30، 36، 42، طبعا لما لا نهاية. بالنسبة للباء، صاد من مضاعفات العدد 2، يعني 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، لا مال نهاية. بالنسبة لجيم، عين من مضاعفات العدد 3، إذا 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، لا مال نهاية. الآن لما بده ألف تقاطع باء، أنت لاحظ الألف تقاطع باء. الآن لاحظ معايا ما يلي، أنت هتلاحظ في هنا عندي 6 وفي هنا عندي 6، تمام. في عندي 12، في عندي 12، في عندي 18، في عندي 18. إذا هتلاحظ إنه هنا ألف تقاطع باء، الجواب عبارة عن مضاعفات العدد 6، صح ولا لا؟ يعني حيكون الجواب 6، 12، 18، لا مال نهاية. إذا أنت رايح تلاحظ الجواب 6، 12، 18، 24، لا مال نهاية. بتمنى تكون واضحة. بالنسبة للاتحاد، ألف اتحاد جيم، يعني بدنا عناصر ألف 6، 12، 18، 24. انت لاحظ عناصر جيم 3، 6، 9، 12. اذا لو بلشنا قلنا هاي الثلاثة، بعدين حيجينا الستة من ألف، وهي التسعة من جيم، الاثناعش من ألف، هاي الخمستاعش من جيم، بعد ذلك هتلاحظ الثمانتاعش من ألف، لما لا نهاية. يعني السؤال بس يعني شوية تركيز مش أكثر. الآن بده باء تقاطع جيم، انت لاحظ الستة موجودة في باء وموجودة في جيم،
أيضا هتلاحظ ال 12 موجودة في باء وجيم، ال 18 موجودة في باء وجيم. إذا هان التقاطع هو عبارة عن مضاعفات العدد 6، يعني 6 12 18 24 لما لا نهاية موجب. بتمنى تكون الصورة واضحة، ما فيش فيها أي مشاكل بإذن الله تعالى. أتمنى تكونوا استفدتم. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.